اش كتعرف على راسك؟ والو. اشنو باغي في حياتك؟ ما عارف. مالك تالف وضغط بك الدنيا، ما عرفتي شنو تسبق وشنو توخر، ما بقيت عارف شنو باغي، ما بقيت عارف باش كتحس، ما بقيت عارف شكون انت ولا شكون انتي. عرفتي علاش؟ لحقاش ضيعتي الطاقه ديالك كامله في انك تعرف حياه انسان واحد اخر وتحاول تعيشها، وليتي كتفيق في الصباح واول حاجه كديرها ليا كتشوف الاخرين كيعايشين، كتشوف الاخرين فين صابحين، كتشوف الاخرين شنو عندهم، كتشوف الاخرين كيف فرحانين، كتشوف الاخرين شحال سعيدين، وكتنسى اهم حاجه على الصباح اللي هي راسك، اللي هي باش كتحس، اللي هي شنو باغي. ضيعتي عوام وسنين وانت كتعلم لغه اشباح، لغه اللي عامره بالانانيه، لغه اللي عامره بالانا وراسي يا راسي، لغه اللي عامره بشنو عندي وشنو كنسوق وشنو كناكل، فين كنسافر وشنو كنعرف ومع من كنجلس. كنتي كتسمع بالوحدانيه حتى وليتي حاس بها، كنتي كتسمع بالاكتئاب حتى وليتي عايشه. عرفتي علاش؟ لحقاش فوق ما كيدور عليك العام وكيجي هذا الشهر الكريم، اول حاجه كتفكر فيها هي اين قهوه غادي تجلس فيها من بعد الفطور، شكون هما الناس اللي غتضحك وتجلس معاهم من بعد الفطور. نسيتي بلي هذا الشهر الكريم هو شهر العباده، هو شهر مراجعه النفس، هو شهر محاسبه راسك. باغي التغيير ولكن خايف من التغيير، لحقاش مورا التغيير كيجيو الالام. لكن عندي لك واحد الخبر زوينه، هاد الالام هادو ما دايمينش، من بعد الالم كاين الفراج. هاد الالم هادو اللي غدوز منهم ما هما الا تما باش يوجدوك لداك الفرصه اللي ديما كتسناها، هذيك الفرصه اللي دائما كنتي كتحلم بها، ديك الفرصه اللي كنتي دائما بغيتي تمدلكها وتكون ديالك. وانا جيت اليوم باش نقول لك بلنا مازال كاين الوقت، مازال كاين امل باش تكون داك الانسان ولا داك الانسانه اللي كنتي ديما كتمنى انك تكون، وتعاود تراجع الخطوات اللي انت غادي فيهم ولا اللي انت غادا فيهم. هاد الشهر الكريم نديرو باش نجلس مع راسي ونسمع راسي، نحس براسي، تخدم على راسك وتراجع راسك. هاد الشهر هذا نديرو باش نتقرب من الله سبحانه وتعالى ونشكرو على هاد النعمه اللي عطاك، اللي هي نعمه انك تكون انسان وبشر. هاد الشهر الكريم ان شاء الله هو اللي غادي تقرر باش انك تقرر تعرف على الناس المزيانين اللي غيساعدوك في حياتك. هذا الشهر الكريم ان شاء الله هو الشهر اللي غادي تقرر فيه بانك غادي تخطى الاكتئاب، غادي تولي داك الانسان ولا ديك الانسانه اللي كنتي دائما باغي تولي. غتراجع راسك وغتراجع الخطوات ديالك باش تولي داك الانسان ولا ديك الانسانه اللي قدر يكون دائما فخور براسو. الا كان الله سبحانه وتعالى دائما مستعد بانه يسامح لنا ويعطينا فرصه، فحاول تسامح راسك وتعطي راسك فرصه. جاء الوقت باش انك تكون احسن نسخه ديال راسك. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والعافيه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. يونس ايت فرجي.